12 دقيقة هذه ايميسيون امبوسيبل على يا فام احلى راديو حلقة 31 جانفي 2023. نذكر الحوار الصباحي اليومي بداية من 35 دقيقة باش يكون مع العميد السابق سي ابراهيم بودربالة عضو المجلس النيابي المقبل. هل سيكون هو رئيس البرلمان القادم ام لا؟ اليوم سننتزع منه الاعترافات تحت التعذيب. النواب هما اللي باش ينتخبوا. ايوه لكن الجلسة الأولى ما يلقاوش خمس ابراهيم ما يلقاوش في تقديرك باش يكون هو؟ بالضروره لازم يكون هو عليه بربي بالضروره لازم يكون هو عميد محامين. عميد محامين هو البرلمان الشيء والاكبر سنا والاكبر سنا والاكبر سنا هو بطبيعته باش يترأس الجلسه. اي تو نشوفوا الحكايه هذه بالطبيعه. الدويسي بدرين قمودي نجم يكون اسم مهم. حركه الشعب تو باش تعمل كونفيرنس بريس تو باش تقدم النتائج اللي حطتها ايوه العركه باش تكون سي بدر الدين سي ابراهيم بتيتر الله اعلم. هذا باش نشوفوا يبدو انه عنده قدره اكثر على التجميع قمودي من سي بدر. قبل ذلك البلاتو البارح وبتحرير من مراد الزغيدي تقريبا هو اللي جاب لنا المعلومات الخاطئه بخصوص تصريح فنانتنا التونسيه زينة القسرينيه اللي نحبوها ونقدروها وهو اللي جاء عمرنا ونعزوها. وانت نجيب كنت غلط انت من اعترف بذنب فلا ذنب عليه. شكون اللي غلطنا؟ كلنا زينة القسرينيه. شكون اللي غلط الزغيدي المناوي؟ شغلت انا في شطر تونس. دخلنا شكون دخل في يا زينه يا بنت الهنشير يا اقوى زينه في تونس. فما فن من غير زينة القسرينيه والله. قول لي فما فن انت خويا حرام عليك جيت حرام عليك والله حرام عليك. مش فيش قاعد تعمل يا سيدي عمرتنا عليه عمرتنا سياسيين ورجيه لفنانين خلصت دخلنا في حيط هاي معنا بديت على الصباح قلت القسرين جايبك نطري زينة القسر لا 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 هاي معنا مراد عيب عليك زينة القسرينية في طار حقر الهنشي فان انا يا ولدي فان لزينة صباح الخير صباح الفل هك عملت لي قنبلة في البلاتو هك تشوف عركة كبيرة على خاطرك يا زينة تو وربي العظيم سي ابراهيم سي ابراهيم انا تعرفني شنو نحبك واش نقدرك ربي يفضلك يعيشك يعيشك تحية للناس الموجودة معاك الكل كل سي مراد عيج عايشك زيد زيري مشيك تذاكا هاي تعرف لا لا زينة والله مغرر به يا زينة العبد لله مراد عمرني وانا ما تفرجتش انا ما تفرجتش يا زينة اسمع ما نجمش نعتدي على فنك الصباح قوم على صوتك انت النجم على صوتك انت وزيد مش معقول غلطني اخوي نعتذر ما نعترف بذنب فلا ذنب علي بذنب ربي يخليك ايوه معروف انت كما تعرفوني زينة كنت جيت الثالثة ديما نجيب البهجة والضحكة اكيد هذاك دوري الحياة اكيد وراني والله العظيم معناها كنا نفدلكوا على البيرسوناج اللي باش يمثل معايا في الكليب اي ونهرة سير التحدي برشا ونحبها وراجلي قال لي ايش رايك في زهره؟ قلت له واه كيفاش فنانه كبيره معناها نحطها هي حاشاكم شريره ونتنسى ومعناها الكلام اللي في الكليب ايوه ما يجيش على زهره قلت له اي اي تلفت ما ادري شكون معانا قال لي يحب على زهره فارس قلت له ويموت عليها اي كنت كيفاش تسرب الحديث الهادي وسالني قلت له اي انا والله العظيم قلت الوحيده نقبلها ذره مش معنى ذره ذره ولا هنا المشكله في كلمه الذره الذره يعني معرسين لا ما قلتش زوجه ثانيه ما ذره راه سيد طلقني وخذي واحد اخرى تسمى ذره هذا فوالا هذا التوضيح معناها هذه هي لحظه غير مراد ربي يهديك وزهره ساكنه قلت اريج اريج انا شو مدخل اي هي واصل لزينه واصل وين ساكنه وين ساكنه ما عندي لا عندي دار في اربع ثقات نهار اللي طلق راجلي مش نيتها من صغاري من نيتها مش والله نقول له خذ مرايه وجدكم بحذانا قريب لينا اي اي العربيه العربية الفحلة هي هاي ما كنتش خير من التونسية الحقيقية هي العربية اللي تحافظ على الأسرة معناتها واصل يوم راد اعتذر حرام عليك الراجل هو العمود الفقري نتاع الأسرة اي يعليك يا زينة زيدنا شوية زينة الأسرة هي أول شركة تأسس في الحياة الدنيا اي راهي أول شركة نصبت على وجه الأرض يعني اللذين البارح اللي تفهم أنه كلام فيه دعوة لتعدد الزوجات وأنه نتصالحوا مع قصة تعدد الزوجات أنا والله ما نقبلهاش باش تكون معايا وحدة ثانية معناتها أما تسكن فوق منك حرام عليكم والله حرام عليكم كل ما نجي في بلاتو تعملوا لي بوليميك لا لا خاطرك باهية وخاطر ما تعديش وعفوية وسبونتاني وهذيك من طيبتك ومن معناها رفعت أخلاقك يا لزينة ما تحسبش في الكلام والله في الهادي زعيم راهو عارضني قال لي القانون ما يسمح لكش ايوه اي قال لها ما تقولش عليه ردي عيب عليك ولا عيب عليك توا انت دافع على روحك غير يا زين يا زين عنده حسبه عنده حسبه قديمه معاه عنده حسبه قديمه معاه هذاك عليه يا سي برهان قال لي قال لك ترسلها في بوفرده وهو في تصريح مع ميسه بديل اي
اتهم 98% من رجال تونس خونة. اها. خونوا في نفسهم. 99 99 مش 98. فرد مرة. مش كان بيك حد. ايه يا لزينة يا لزينة. خلينا نخليك مع صاحبة العملة الحقيقية توا يا مراد لا شيء. هاي لا اريش تحب تحكي معك. اريش ما يخسش على روحها هذاك هو. صباح الخير مدام زينة. ان توكا انا راني ما نقش الاشخاص نقش الاراء والمواقف وانا نختلف معاك لتوا الحقيقه حتى بالتوضيح انه راهي كلمه ذره يعني ما زلتوا على ذمته زوز هذيك علاش راهو النقاش هو اللي صار ذره هي زوج برحمه بوك تو راجل كي ياخذ يطلق امراه وياخذ واحد اخر ثم ذرتها لا وقتها تولي هي الزوجه الثانيه اما فك يبداو الزوز على ذمته انا باقي شاده سيدي هذيك يبداو الزوز على ذمته معناها انا مش باش نكون انا قانون ما فهميش زوز على ذمته في تونس ما نقبلش زوز على ذمته ليه اما راهو ديما يطلق الراجل وياخذ امراه اخرى تبقى ذره والثالثه ذره والرابعه ذره كل ما يطلق وياخذ واحده اخرى راهي ذره لان شنو معناها ذره هي ضرتني خدتني الرويج ومشيت هاي تعمقت في الاشتقاق متفاهمين ما دامك ما تقبلش بالزوجه الثانيه والثالثه والرابعه رانا متفاهمين وفما حتى مشكل وراني ما نقش ما نقشتش شخصك تجيب برحمه البيك ما عادش تصغر من شان الذكرى والطبله وتقول في ذكرتها هو ولد بالعكس يا زينه والذكرى والطبله نجيب ولد بالك شي الثقافه التونسيه بالك شي نجيب ولد الاوركسترا السيمفوني تي ولد ولد الطبله والذكرى هذاك عليه انا ما نحب ما تودعنا كان ما تسمعنا حويجه من صوتك هداء نجيب الزيري بربي حاجه بتاعك اللي فيها برشا ضرب على الطبله وعلى الزكره ترى هيا مش نقول هما مش داركم راهم ضروني داركم وهو ضرني امشي ترى هيا داركم راهم ضروني داركم داركم راهم لدوني داركم شيكات ولدي كلي والمونوغرام يسالوني شو شيكات هذه مراد سلم لي على داركم الله الله عليك يا زينة برافو والله محليك محليك يا زينة تقعد معنا زادة كيما أنت هديتنا الأغنية ونحن نهدي لك الأغنية هذه يا زينة ربي يخليكم يا بنت الهنشير يا بنت الغلة والشجرة بنت الجمح وبنت الشعير بنت الشمس وبنت الجمرة كريم حطيت الطير وحلفت بديك الأجرة حط قلبي ولع فيه وبديك طفر التمرة حط قلبي ولع فيه وبديك طفر التمرة يا بنت الهنشير يا بنت الغلة والشمرة زينة 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 يا بنت الهنشير الله 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 تحية ليك زينة كنت معنا مباشرة محلاها دخلت علينا البهجة والسرور ربي يا برهين نستغل الفرصة وانا من البارح صار هكا اختلاف لزينة نعم الزينه القصرينيه على خاطرك من القصرين ولا اي هكا ولا بابا قصريني ولقبي عبدي انا عبدي اصل لقبي الوالد الوالد والوالده قصرينيه زيدا ولا الوالده لا الوالده من الوسلاتيه وتولدت في الوسلاتيه بحكم خدمه بابا في الوسلاتيه في هذاك علي نجيب يقول هي وانت قريت في القصري القصرينيه اسمها الوالده الوسلاتيه انا قريت في الوسلاتيه باش نحكي في بابا كان الحارس الشخصي نتاع بورقيبه الله يرحمه ربي فضلك يا لزينة مرسي بكوع التدخل ومحلاها الموجات الإيجابية اللي هكا بيغطسنا سياسة سياسة كسرتنا غفران تحب كل حاجة لزينة حبيت نقول لك مدام زينة اللي أنا من اللي فان نتاعك وأنا نعتبرك تشبه لي شوية خاطرك أنت مرأة سبونتانية عفوية على الأخر واللي في قلبك تقول ولكن ساعات المصطلحات تخونا ولكن ما فما حتى مشكل محليك مدام زينة ونحن نحبك يلا لزينة كنت معنا يعيشك مرسي 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 بكو ربي يهدي مراد ربي يهدي غلطنا في العباد لا انت وقت اختك لم تفدليك اختك لم تفدليك مثال شو قولها بكل اخويه ربي يهدي نجيب وربي يهدي اريج توا المراه مسامحه وفهمتني بالصحيح وكان هو شفته ما عندهاش مشكله ومحليها بالحق نحب نشكرها على رحابه صدرها وبالضبط خاطر نحن ما ناقشناش شخص ناقشنا الموقف وهي وضحت اوغوزمون وضحت وهي ما يليقش بها اصلا مقام انه يكون عندها ذره ولا تكون بدل زينة فما واحد يبدل زينة فما واحد بعقله واحد بعقله كيفاش كان هلكو رب البشمال يجرب يعملها تشوف شنو نعملوا له يجرب يجرب يخمم برك اما انت نجيب عمل اعطيتنا درس معناها كيفاش بين يوم ويوم التلون
معناها البارح اللي قال لونتين واللي قالوا خارج لونتين معناها وتوا شو ولا يعمل توا ولا شو يعمل لها كان حاجه وتوا شو ولا يعمل نخدم مع مراد الصغير ابو الالوان باش باش نعيش معاكم قول لي باش نعيش معاك والله العظيم فرنسا على يوسف على والله على فوق الطاوله على شركات توا يزيع باش قلنا عاد يلا لشهر ونرجعوا لشهر ونرجعوا ذكروا بالمهديه توا يرجع يريح 31 جانفي ملا شهر قديش منظم 31 امور مريقله مشي قد قد الاخر 2023 ملفات الشاشه مع غفران بينوس باش نرتاحكم شويه من مصر ونهزكم لبنان وين الفنان اللبناني ربيع الاسمر قال انه انتقل من دراسه الدين الى مجال الفن والغناء على خاطر ما كانش عنده ثقه في روحه بالمسؤوليه اللي ينجم يتحملها خلال دراسته للدين وفي نفس الموضوع سالوه حول حقيقته امتلاكه محل تجاري لبيع الكحول قال عندي محل لبيع الكحول لكني ما بشرب وبحافظ على صلاتي وصيامي والقران الكريم وقال راني باش نترك قريبا الاسترزاق من بيع الخمر لانه ما فما حتى شيء يدوم غير مال الحلال. هذا هو كان قاري دراسات دينيه معناها والكليه الشريعه وبعد حل تبرنا لا ومن بعد مشى للفن ومن الفن بفلوس الفن حل محل يبيع فيه الكحول وكي سالوه قالوا له ان شاء الله قريبا نسكروا اي راني انا حال وراني ونبيع اما مع هذا راني انا ما نشربش وما نستهلكش الحشيش وما ناخذ حتى شيء وراني بيانتو باش نسكر والله علاش التذبذب والله انا يسخفوني الناس هذوما بالحق علاش علاش كيفاش عايشين فك الصراع الداخلي بينهم بين انفسهم توا من جهه مسلم بالمعنى انه ما يحبش يشرب ويسيم ومحافظ على صلواته ومن جهه اخرى يعني بنفس المنطق بتاعه اللي هو ما حقوش يعملوا عنده محل ويبيع فيه للشراب عاد كان تشرب عاد بنفس المنطق بتاعك عاد كان تشرب خير من اللي تبيع الشراب نتصور على الاقل تشرب وحدك خير من اللي تبيع الالاف في الشراب وانت تشرب فيه معناها حداثيه وتقدميه ايه وكذا هو حصلت فيه حتى اجتهادات قصة الخمر بالنسبة لبرشا مفكرين في الإسلاميات أنه راهو ما هوش حرام التحريم متاعه كذا ولم ينقطع عبر التاريخ وصحابك وما فما حتى آية للتحريم وكل أنا معاك معاك راني أنا يعني ليش من الحكم القطعي عليه مادام يبيع في الشراب مادام ارتكب معصية هو بنفس المنطق متاعه هو يعتبر روحه يرتكب في معصية يا أخي نحن مش أول مرة نسمع عبيد تقول لي المجال الفني حرام والكل وماذا بينا توا يغني وياخذ في الفلوس ويسافر بالفلوس يمشي اللي يربح فيهم بالفن ومن بعد يجي يقول لك ليه راه هذا حرام ونحب نبعد عليه توا هذا نعتبر وانا برشا نفاق حسابات ضيقه مع الله ولو هو قريبا مش لا هذا هو سامحوني في الكلمه هي كلمه خايبه شويه وكانك تقشر انت مع ربي راني يا ربي راني نعرف هذا حرام والكل اما انا راني ما نشربش ولكن هاني نبيع فيه وراني باش يجي نهار وباش نبطلوا ماك انت تحب تبطل وتعتبروا هذا حرام وهذا نداء لاي فنان واي ولا اي شخص يعتبر الفن حرام ولا حرام. حاجه هاي. اخرج منه علاش تعمل لنا في التلوث السمعي نحن لازم نشوفوا المشاكل النفسيه نتاعك تخرج هنا ونشوفوا اللي انت قدكش متذبذب ربي فما شكون كان منسجم مع روحه وشد صحيح الاخر في القصه هذه قال بطلت هاو توا فماك الفنان السوري ادهم النابلسي هذاك ادهم اردني ولا ادهم النابلسي وكل شيء قال هاني بطلت ولا يرتب في القران السير توا عندها عامه على خاطر ما نجمش فضل شاكر رجع لا حي جبنون ما رجعتش للفن عملتها قبل على فكره انشيت. عملت قبل بطلت ولبست الحجاب ومن بعد نحات رجعت تغني وتو لكن تقريبا لعل المسيحي الاكثر واحد اللي شد صحيح في الحكايات وانقطع بالجد وتفرغ للكنيسه هو صديقنا الفنان اللبناني المعروف ربيع الخولي هكا ربيع طبعا اللي ولا باباس ولا كذا ذكرني بربي ترى شوف لي سيد المخرج اكتب لي على جوجل ربيع الخولي ولا ها يعني المسيحي وي شد صحيح توبته معناها كانت توبه على قاعده صحيحه معناها توبه نصوحه نجيب عندك ما تعلق على اخونا الاسمر هو بيعان الخمر والحكايات هذه جالس هو بايع هو شارب كله مع الامور الكل متعبه وربي يهدي الناس كل بربي شو يصير له؟ شو عقاب شاربه؟ قال اموره متعبه هذا هي ولا اي ربيع الخولي ربيع الخولي معروف الجرون ربيع الخولي ربي تصويرته المخرج الرقمي كان ينجم يحطها الفنان اللبناني المعروف ربيع الخولي وتذكر جابوا نجيب الخطاب
وسكسي اللي خذاه ربيع الخولي هو الموجه بتاع الموجه بتاع الرقمي عنده اصابه عضليه الموجه ربيع. الموجه اي لعب ماتش كوره في حومته قال الاصابه العمر هو سو تريتمون خاطر الادويه تعمل مشكله بتاع ارتخاء عضلات مش بهيله انا قلنا له ما يلعبش كوره هو يكون مقتنع باللي تعمل فيه ما تكونش مقتنع روح له عبد من بعد في وقت من الاوقات بحكم العمر بحكم التجربه يعمل مراجعات وغيره ولكن ما تمرجناش نحن ما تمرجناش اي ربيع تشوفوا وربي وقت اللي يهدي من يشاء ما تذكروه تي صغيره بالكل هذا جاء في وسط البنات في تونس والسياح والعياط مش هذا دو يمتا يغني دو يو لاف مي ربيع ربيع الخولي معروف هات الغفران يهديها ربي ان شاء الله يا ربي يا ربي هي ومراد ندعيوها بهدايه اي مراد صعب مازال صعب يبطى شويه من الغفران كيفاش تقييمكم الواحد ربي يهديه وربي ما هداهش ما فهمتش قولي ربي يهديه من الخير قولي ربي يهديه انا نعتبر ربي النور يبدا على وجهي النور اخسر النور اخسر على محمد اخسر النور الهدايه الحقيقيه انك ما تضرش العبيد وما تعملش الخايب وما طيرش زبله في الشارع وما تضرش جارك وما تضرش زميلك في العمل هذيك هي الهديه الهديه الحقيقيه هذيك علاقه الانسان بربي نحن ما مدخلناش فيها ومانيش مطالبين زيد حتى اصلا مش نسمعوها انت تحكي عليها كل يوم علاقه الانسان بربي ومن بعد تقول ما دخلناش فيها ما عادش تحكي عليها وقت هدية ربي بالنسبه لاغلب المؤمنين بالنسبه لاغلب المؤمنين شويه عاد انك تؤمن وتصلي هكا وهذيك هي الهدية البقيه كل هذه التعويم بالنسبه يلا يلا تجي تقول لهم نعمل في الخير ما وتصوم وتزكي فما واحد فما واحد ربي يهديه بعد 50 سنه ربي يغفر ويسامح وهو يعرف على شنو نحكي ولا نعرف اللي عامله في الدنيا كذا الصغر في العمران والتكوير في العمران وكا سبورتيف ومع صوت العرب والجبل والكومباتون والواحد محمد علي فرشيش صباح الخير وجه السوق يضحك هذا حلوتي هذا حلوتي عادل غادي عادل ولا قبل ما نمشيو لسي عادل اي ملك البحار هذاك ملك البحار اي هذا ملك البحار نحكي مع البحار ما خليني ساعه نهني صديقي وزميلي اللي قاعد يأملكم في الصور هذيك واللي احتفل اليوم بعيد ميلاده اي ربي طول عمره في الخير هابي بيرثدي تو يو اش عمله سي صبري السعيدي صبري كل عام وانت بخير يا صبري قال لك برهان كل عام وانت حي بخير يا صبري هي هكاك لانه بالراس انا هديت الكعبه مناني انا انت عادل باش تجيب حدايا خلينا نحكيو على الحوت انا ثقافتي محدوده نقول توا وقت المرجان ووقت استراليا ووقت وقت وقت المسلة توا يا دالي وقت المسلة الكلامار والسوبيا اي القرنيطه ب 40000 عاد لهنا زميلك معاك هنيه قلت حي التزامن صديقي يقول لي رانا احنا لهنا الحوت عندنا ارخص من حي التزامن هو كلمه صحيح انت قلت يا اخويا انا هني باش نشوف توا الاسباب ومن بعد نحكي هاو القرنيط هذا الجومات هذا العربي هذا العربي اي هذا اللي يتشبث في الكله ولا شيء على قد ايه كيلو هذا دليل هذا ب 19 دينار و 800 اي وش يتسمى يا دليل تسمى باهي في المتناول تاع عجل تاع مقرونه تاع كلامار هذا ب 19800 اي تاع مقرونه هذا تاع مقرونه اي هذا البونسيك هذا البونسيك اسمع سيدي الله اي ما هو البونسيك هذا وقت اللي تحطه في المسخون يولي هذا مدقوق خضر مدقوق ومريقي هذا سيس عليه والجماهير راهو هذاك اللي قاعد يوضح لك في البوسيكا برهان عنده فكره كبيره على حاجه انا نحيي سي برهان بالله اي هاو يسمع فيك ونزيد نحييك ديما يجيكم يعملوا له سوم سي عادل ديما يعمل لي سوم سي عادل حتى ناس طيب هذاك بعض اللي صور والله لا في عادل التمنة زي ما عندكش هذا الابيض هذا الابيض ما عندكش في البنكته هذا السمنة الأفلامي أي أي هذا التريلية الحمراء هذا بونبون لا تسمع فيه قاعد يقول لك بونبون ثوروا بلا أي ولد التضامن هذا قاروس حر هذا الجربي بك النقطة صور له وريه في النقطة هذوك المنمشة أي المنمشة وغيرها أي برد أو كم نمش هذايا دونك بحري ظاهر لا 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 نودك ولا نشاهيك يا برهان إيه
جراس هذا اي حتى هذه راهو يجي مسلي هاي لا في عاده لك ها هو جراس يا هكا جراف مخصوص ومريقل لا لا هذاك يجي ترونشيت هذاك اللي شدد الحوته فرحان لاسبيرونس ربحت عاد البارح قول له قال لك انت فرحان الترجي رابحه البارح انت انت كيما في صبري صبري عجبتك الحكايه هذيا يا عادل البوري يتكلم بسوري هذا اسمع ايوه تريلي يا كمام ها 39 اوك قد يسوم البوري 19 مليون مش عارف البوري البري برهان الظهر نتاعو اكحل يبدا على خاطر ثم البوري اللي يجينا من بحيره اشكل بحيره اشكل اللي هي البحيره الوحيده في العالم هي دلي توا بالكش عملوا لك سيم سلابيم توا علق لي الاسعار باهيه الاسعار خايبه شنو واش نعملوا له عاد هي هي توا نوى دونك الاسعار هذه هذاك هو هذه المستوى تاعها معناها بالنسبه للسيما هكا القاروس البحري بتاع 30 المناني التريليا هاي زاد هذه الموجود اي برن هذا الكريمه الصلبوط صلبوط صلبوط هذه النجمه نسميه النجمه 10900 اي هذه بتاع الزويلي يا برهان هذه اي اي سردينة فما سردينة ولا اللي بها الفايدة اوميجا 3 والماكرو الماكرو موجود يا دليل 4980 هاي 5000 معناها السردينة توا 5000 انا حبيت نصور المزلي على خاطر المزلي قاعد يخرج من سوق الجملة 19 دينار هاي يا سي دليل ما عندناش برشا وقت راهو عميد المحامين السابق استنى فينا رئيس برلمان راهو اي اللي بعده اي نزل لي هكا نزل لي ب 16 اللي كمون اي باش تمون صغيرات اي لا لا عليك انا وقت باش نمشي للحم ولا خلينا لا لا لا, لا 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 تقعد بحدا سي عادل والى اللقاء يا دلي غدوه كانت تحب ترجع للمرشي عاود ارجع اي يعطيك الصحه يعطيك الصحه محمد علي الفرشيشي كنت معنا مباشره لاستعراض اسعار السمك في سوق النصر مرسي بوكو يا ريتك ترضي يا ريت هذه تقريبا سي ابراهيم باش يقولها لكل الكتل البرلمان ملا فزيت ملا فزيت هك تشوف ما عند ربي شيء او مرسي بوكو المخرج الرقمي لبعثكم او المخرج الرقمي كل كادو كل كادو تفرج تفرج يا سيدي والله تقولش عليا مشينا بالرسمي والله مرسي بوكو مراد بالملوف عندي ديديكاس البيبي البيبي سليم محلاه مازال كيوصل والام والبو سماوه على المخرج الرقمي نتاعنا شافوه وشافوا الرومانسيه نتاعو ايناس المرابط الحمد لله على سلامتك يا ايناس البو عزيز العروي مازال كينزاد لهم بيبي محلاه سليم محلاك مرحبا بيك في الدنيا مرحبا بيك في حضن امك ايناس وبوك عزيز العروي هذه ديديكاس نختم بها نجيب مرسي بوكو غفرانا توتالور اريج ماشي عنده عرس في جرجيس وحكايات وفريات مرسي بوكو قبل نهار الاثنين قبل نهار الاثنين مراد نستقبل سي ابراهيم بودربالا جوست بعد ربيع الخولي يا ريت ترضي يا ريت هذا كان ربيع الخولي هل سيتوجه سي ابراهيم بودربالا للكتل البرلمانيه غير وضحت المعالم الى الان ويقول لها يا ريتكم ترضوا يا ريت ان يكون رئيس البرلمان سي ابراهيم مبروك ساعة فوزك مقعد في البرلمان الجديد رئاسة البرلمان سي إبراهيم خليني من نوايا توا والله خليني من نوايا هل ستقوم بالتحركات اللازمة بالاتصال بالكتل بالاتصال بالشخصيات الوازنة في البرلمان القادم رئيس الجمهورية أيضا وهو شخصية وازنة لتزكية ترشحك لرئاسة البرلمان أم لا نتفقوا على حاجة أنا أكدت في العديد من المنابر الإعلامية أنه بعد ما انهيت العهدة متاع العمادة في 10 سبتمبر نعم اتصلوا بي العديد من الأهالي واقترحوا لي الترشح ترشح. يعني ما كانش في نيتي ترشح اقترحوا لي الترشح عند ذلك قلت مدام الأهالي متاع رادس ومقرين اقترحوا لي الترشح قررت التقدم وفعلا يعني باش لمت التزكيات اللازمه كان بمجهود الاهالي راهو في ظرف 3 ايام
يعني 606 تسكيات. مش طبخة معدة مسبقا سي إبراهيم اتفقت فيها أنت ورئيس الجمهورية؟ لا لا لا. أنك تتقدم للترشح؟ لا. أنك لا توصل لا للبرلمان؟ لا لا. لكي يتم تسكيتك في المنصب الدقيق يعني. أؤكد وأنه آخر اتصال مع السيد رئيس الجمهورية كان عندما كلفني برئاسة لجنة الشؤون الاقتصادية. هبطوا الرادس الرئيس وكل القهوة اللي عملها في المراح، قبلته غادي ولا ما قبلتوش؟ يستحيل، يستحيل. ما كانش خطر قيلة وقتها أنه الرئيس جاء دعما لسي إبراهيم وقتها أيام لمين التسكيات. توا جاي يزور في خالته، هو ولد رادس وسكن في رادس، وقت اللي قرا التعليم تاعو في رادس، وثم يعني يعرفوه في قهوة بن عامر، كان يجي يقعد، وكان يعني حتى الحمام اللي نمشي له قال لي راهو كان يجي للحمام هذا وكل شيء، بحيث هو ولد رادس جاء لخالته في زيارة خاص. توا تتصور انسان هكا قال وقت خطا في ذروة وقت لما التسكيات راهو قالوا برشا كلام، وفي وقت تلميد التسكيات جيت وقتها مشيت حتى في حصة إذاعية وقدمت الملف كامل متاع التسكيات، 606 تسكيات، وقدمت يعني تسكيات متاعي، يعني هو جانا لحد أنا نهار الاثنين في الأجل القانوني. وقيل أنه مدوا وقتها على خطرك أنت ولا؟ هذا كيفاش تو انا قدمت تسكيات في الاجل القانوني. في الاجل صار انت مش صحيح. وعندي 206 تسكيات زايدين فاضلين. هذوك الفاضلين. وزادوا على خاطري انا تو. لا مش كلام. كلام وحتى كل حال المساله هذه بعد ما قدمت الحجج والبراهين ما عودوش جبدوها جمله واحده. ولذلك يعني ثم برشا كلام زايد اللي يخرج عن المعقول. التفاصيل الجوهر تو رئاسه البرلمان. والله هو راهو في كي عندما اعلنت على ترشحي وتقدمت من قبل حتى الانتخابات، كان الاعلام الساده الاعلاميين اللي تحدثت معاهم قالوا لي راهو انت مرشح لرئاسه البرلمان، وهي من عندهم هما يعني. قلت انا بالنسبه لي انا اينما اكون ساكون جندي في خدمه وطني في خدمه تونس، لاني اعتقد يعني في تكويني الفكري انه الخيارات نتاع الدوله الوطنيه هي بفضلها التعليم مجاني، الصحة مجانية، النقل مجاني، هي اللي خلاتني باش نجم نوصل لمرتبة عميد محامين. لذلك عندي دين يعني أشعر به تجاه الدولة التونسية، وأينما أكون أخدم الدولة التونسية، أخدم وطني لا أكثر ولا أقل. وقلت يعني لما لا، إذا كان يعني السادة النواب المستقبل، زملائي في المستقبل، رأوا في الكفاءة اللازمة لكي أترشح يعني لي وأترأس البرلمان، لما لا سوف أقوم وأتمنى أنه في صورة يعني انتخابي رئيس البرلمان أن أقوم بالمهمة يعني على أحسن وجه، وأن يعني ألقى رضا يعني كل الوطنيين في البلاد. لكن سي إبراهيم تعرف المسألة دي ما تعلقش بالنوايا، تعرق. أنا سألتك باش تقوم باتصالات اللازمة في المجال هذا، ولا باش تخلي حتى العباد تجيك لعندك ويقولوا لك سي إبراهيم نحبوا نزكيوك؟ والله هو راهو باش انسان يقتنع بترشحك لابد من التواصل، لابد من الحوار، ولابد يعني من تبادل الافكار. هذا هل بدات في تبادل الافكار؟ لا فعلا بدات، وثم شكون تقدم لي يعني حتى من الدور الاول. أيوة. ثم العديد من الساده النواب اللي وقع انتخابهم وقع التواصل مع بعضنا، وقالوا لي راهو سي إبراهيم راهو نحبوا نتلفوا مع بعضنا ونراو فيك يعني الكفاءة اللازمة باش يصير البرلمان. وشكرا لهم يعني. معناها حاصل الآن اتصالات بدأت في قاعد نتصل، ولكن نتصل بشكل فردي بالسادة النواب يعني. وفي الحقيقة والواقع نعتقد أنه في صورة ما إذا كان ريت كونه ثم يعني أغلبية، وثم ربما أتمنى أن يكون هناك يعني توافق وإجماع حول شخصي، فأنا مستعد لذلك، وأنا كما قلت من زاوية خدمة وطني لا أكثر ولا أقل. يعني إذا كان ترشحوا ناس أخرين ما عندكش مشكلة تدخل في منافسة انتخابية معهم؟ لا ما ثماش حتى مشكل يعني. أنا طول حياتي في الانتخابات. أنا طول حياتي ولد الانتخابات. أنا طول حياتي في الانتخابات، وديما نستمد يعني شرعية المسؤولية من الانتخابات، ما عنديش مشكل. شرعية المسؤولية بالانتخاب، حديث على ترشيح على رأس برلمان جديد من المفترض مارس يكون قد انطلق في أشغال. ولكن قبل ذلك سي إبراهيم بودربالة، خليني قبل ما تكون حتى رئيس نطرح عليك سؤال على البرلمان، صورة البرلمان الجديد. ما هوش مزعجك نسبة المشاركة، الحديث من طرف أطياف واسعة من المعارضة أنه هذا البرلمان سيكون فاقد للمصداقية، وخاصة الإعلام الأجنبي وبعض الأطراف الدولية الوازنة
البارح كريس ميرفي رئيس اللجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس قال هذه برلمان سيكون فاقد للشرعية في ظل انتخابات بنسبة مشاركة هزيلة. هذا في تقديرك يزعج صورة سيكون عنده انعكاس سلبي على صورة البرلمان القادم أم لا؟ لا، هم سادة يعني الملاحظين الأجانب ما يعرفوش حقيقة الواقع في تونس، وكما قول ديما أهل مكة أدرى بشعابها. أنا لو كان جيوا نحلوا تحليل موضوعي، لماذا وقع العزوف على المشاركة في الانتخابات؟ لماذا يعني نسبة المشاركة تراوحت ما بين 10 إلى 11-12% فقط في وخاصة في بعض الجهات؟ باش نجيو نلقاو اللي كونوا أولا وبالذات ونقولها ونزيد نكدها، الصورة اللي أعطاتها البرلمان السابق كانت صورة سيئة خلات يعني الشعب التونسي لا يتحمس إلى العمل البرلماني. يقول يعنيه أي حاجة عند علاقة البرلمان يعني إضاعة للوقت وما إلى ذلك. ولذلك البرلمان هذا المقبل عنده تحدي هام، وهو أن يصلح هذه الصورة، صورة العمل البرلماني يعني بشكل مشاهد اللي كانت مرفوضة. والحقيقة يعني ما نقولش أنه كامل أعضاء البرلمان، البعض منهم، ولكن كانوا ثم العديد من الأعضاء اللي كانوا في المستوى ومتحملين المسؤولية، لكن مع الأسف الشديد كانت بعض المظاهر السيئة التي خل يعني تركت الشعب التونسي يمقت الحياة البرلمانية. هذه رأي حاجة هامة. ثم الظروف الاقتصادية والمعيشية، أنا كي هبطت في الأحياء في رادس ودرت يعني وفي مقرين درت الأحياء بكله وتحدثت معهم، يعني المواطنين العاديين يقولوا لي بالله إيش باش تجيبون أنتوما اللي قبلكم قبل يعني جاءوا وتحدثوا معنا وكذا ووعدونا وتكلموا ما إلى ذلك، ثم بعد 5 سنين ما شفناهمش. لهنا ثم احنا نعيش تجربة جديدة، تجربة متاع الدوائر الفردية. لهنا ولات ثم علاقة مباشرة بين الناخب والمترشح، يعني ولاو يعرفوك انت كي تمشي حتى تروح رادس مقرين باش تمشي رادس مقرين تو يمشي رادس مقرين لازم باش يوقفوني ونتحدث معهم وما الى ذلك، يعني ونسمع طلباتهم ونسمع مشاغلهم. الوضع هذايا زيادة على الصلاحيات اللي مضبوطة في الدستور متاع البرلمان وهي سن القوانين والعمل الرقابي للحكومة، عنده دور هام في المستقبل، وهو أنه باش يكون حلقة وصل بين المواطنين والسلطة المحلية والسلطة الجهوية، يعني البلديات والمجلس الجهوي والولاية. بالتالي نعتقد أنه يعني النائب في البرلمان في المستقبل باش يكون عنده مسؤولية أكثر زيادة على الصلاحيات الدستورية. ولذلك يعني السادة الزملاء في المستقبل باش يكون عندهم دور هام أولا في إصلاح الصورة متاع البرلمان لدى المخيال الشعبي، ثانيا باش يقوموا بدورهم على أحسن وجه في أن التواصل مع كافة السلطات. لو قيد لك رئاسة البرلمان أو حتى يعني تواجدك اللي أكيد أنا متأكد سيكون اعتباري داخل البرلمان، هل سيسمح سي إبراهيم بودربالة بتواصل النقل التلفزي لكل فعاليات النشاط البرلماني بمثل ما كان موجود في السابق، واللي البعض يقولوا راهو هذا الحياة السياسية عادية، كان جينا ننقلوا التلفزي شو يحصل في القصبة ولا في كرتاج زادت توزع باش يكتشفوا الخلافات ويكتشفوا كذا. جماعة برلمان 2019 يقولوا نحن دفعنا ثمن أن كنا شفافين، أن كل شيء كان منقول أمام الشعب التونسي. إبراهيم بودربالة البرلمان القادم باش يكون تلفزته زادة هذيك موجودة وتنقل كل فعالياته؟ هو أستاذ برهان يعني ثم حاجة مؤكدة أنه ما بعد 14 جانفي 2011 ثم مكسب هام نعتقد تحقق في تونس هو حرية الإعلام، وبالتالي حرية الإعلام هذه مسألة أساسية لأنها يعني هي فعلا التي يعني تنير الطريق تنير السبيل أمام مختلف المسؤولين في كل، وبالتالي يعني هذه الحرية يجب أن نحافظ عليها. بالرغم يعني من الجوانب ولا ساعات في الإفراط في كذا أو في النقد غير الموضوعي وما إلى ذلك، لكن المهم أن المسؤول يكون على علم ويكون على اطلاع وما إلى ذلك. ولذلك المكسب هذايا أنا نعتقد يجب أن نحافظ عليه. بطبيعة الحال هذا قرار باش ياخذوا المجلس ككل، مش رئيس المجلس، هذا يعني كافة النواب عندما باش يعني يصادقوا على القانون الداخلي، يهم النظام الداخلي، يعني يهم النظام الداخلي. يعني بطبيعة الحال السادة النواب
هما اللي باش يقرروا المساله هذه. وانا بطبيعه الحال يعني باش نكون يعني مع صاحب يعني راي الاغلبيه. رايك الشخصي؟ رأيي الشخصي أنا حرية الإعلام لابد أن نحافظ عليها وأن ندعمها وأن نطلب يعني حتى من السادة الإعلاميين اللي باش يتحملوا مسؤوليتهم الوطنية في إظهار الصورة الحقيقية. ما نعملوش النقد لأجل النقد، نحب أنا النقد لأجل البناء. يعني برلمان أشغاله تكون منقولة في التلفزيون؟ أنا رأيك شخصي؟ أنا بالنسبة لي أنا يعني نفضل أنه البرلمان يكون الأشغال متاعه يعني يكون ثم تواصل بين الإعلاميين والشعب في خصوص حقيقة ما يدور في البرلمان. الأزمة السياسية، ما يقال على الانسداد في التواصل السياسي بين مختلف مكونات المشهد السياسي، هذا يقر به اتحاد شغل، خلينا من الأحزاب كذا اللي ماشي في مبادرة جديدة. شنو موقف إبراهيم بودربالة من المبادرة اللي طرحها اتحاد عامة الشغل؟ لا أنا نعتقد، شوف أنا نعتقد الدولة عندها كراهاتها والمجتمع عنده طموحاته، ولهنا يعني باش نحققوا الاستقرار في البلاد يلزم يحقق التوازن بين إكراهات الدولة وطموحات المجتمع. إذا كان جي مبادرة يعني فقط يعني تتمسك بطموحات الشعب، وبطبيعة الحال الطموحات هي غير محدودة، بينما يجاهلوا إكراهات الدولة أو أنهم يعرفوها وما يحبوش يصرحوا بها أو أنهم غير عالمين بها، فهذه مبادرة باش تكون مبادرة منقوصة. يعني تعتبر أنها مبادرة الاتحاد من هذا النوع وهي مبادرة منقوصة لأنها تتجاهل كراهات الدولة؟ لا لا، لأن أنا أعتقد أنه كل الأطراف السياسية في البلاد هي يجب عليها أن تشارك في المبادرة. المبادرة دي عن طريق الاتحاد فقط تكون مبادرة منقوصة، عن طريق المحامين تكون مبادرة منقوصة، عن طريق يعني الجمعيات نتاع المجتمع المدني تكون مبادرة منقوصة. لهنا المبادرة يجب أن تضم بقية المنظمات الوطنية، الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية، اتحاد الفلاحين والصيد البحري، المنظمات اللي تهتم بالوضع الاجتماعي، الحكومة وشنية الكرهات نتاع الدولة اللي هي يعني تعرفها، شنية علاقاتنا بالمؤسسات المالية، شنو حجم المديونية متاع البلاد. هذا الكل يجب أن نأخذوه بعين الاعتبار، ما هي الأولويات التي يجب أن نهتم بها. وربما يعني نقول في المرحلة الأولى نهتم بهذه المسألة، ثم فيما بعد ربما بعض الأولويات تؤجل إلى عام ولا عامين. لهنا تبقينا هو لابد من مصارحة الشعب بحقيقة الواقع، وبالتالي نعتقد أنه ضرورة الانفتاح على كل الآراء، لكن أن تكون الآراء هي تخدم باش تبني تونس الجديدة، مش باش تعطل يعني المجهودات اللي قاعدين قايمين بها. ما نجمش نقول لك أنا راو مثلا عمل الحكومة، لا الحكومة ما عملت شيء، لا الحكومة أنه يكفي أنها في ظل الوضع هذايا وما ورثته يعني وقايمة مجهود يعني كبير باش حافظت على الاستقرار يعني في البلاد، والاستقرار يعني في يعني بالنسبة صحيح ربما ثم بعض حاجات ناقصة، أما على كل حال ثم متوفرة قصة تغييرها كما يطرح البعض حتى من داخل من الأصوات من اللي نشحت في دخول البرلمان وكما حركة الشعب وغيرها حتى من الاتحاد العام توصل الشغل، أولوية بالنسبة لإبراهيم بودربالة ولا؟ أكيد حسب الدستور اختيار رئيس الحكومة راجع رئيس الجمهورية والوزراء وكل شيء، ولا الوزراء يقع تعيينهم من طرف السيد رئيس الجمهورية بناء على اقتراح رئيس الحكومة. ولكن عموما في النظام الرئاسي هذا النظام هذا نظام يعني رئيسي. الدستور ايش يقول باهي لهنا يعني بطبيعة الحال رئيس الجمهورية عنده يعني سلطة تقديرية في عمل الحكومة وفي اختيار رئيس الحكومة، وبالتالي دستوريا يعني هو اللي عنده الكلمة الأخيرة في خصوص اختيار رئيس الحكومة. كذلك رئيس الحكومة اللي باش يقع اختياره هو اللي باش يقترح الوزراء وباش تكون يعني الحكومة مسؤولة أمام رئيس الجمهورية. أنت مع تغيير الحكومة أو مع الإبقاء على السيدة نجلة بودن رئيس الحكومة؟ أنا نقول لك بعد دراسة موضوعية يلزم تقييم موضوعي اللي تشوفه أنت اللي مش تغيير لأجل التغيير. أنا بعد ما نستمع إلى رئيس الحكومة وإلى الوزراء وشنو الصعوبات وشنو المشاكل وعندما نقيم الأداء متاع
نتاعهم وقتها نقول راني مع التغيير او مع الابقاء. اما انه باش نجي نقول التغيير لاجل التغيير او الابقاء لاني يعني ندعم شخص بامور عاطفيه لا بامور عقلانيه، هذا غير معقول. اولويه البرلمان القادم سي ابراهيم بودربيله على مستوى التشريع باش تكونوا كيما البرلمانات الاخرى براتيكمون تصادقوا على القروض، صادق على القروض، تتلموا باش تصادقوا على القروض، ما عندكم اولويه في ذهنكم لو كان ابراهيم بودربيله جاهز، وانا متاكد انه جاهز خاصه انه ينوي ويطمح الى رئاسه البرلمان، عندكم شي اولويه تشريعيه معينه، قانون انتخابي باش تبداو؟ لا ما يهمكم، شنو بالضبط الاولويه التشريعيه؟ اولا القوانين اللي ينظر فيها البرلمان راهو القوانين اللي تقدمها الحكومه. وثم المشاريع التي لها الأولوية في النظر هي التي يقدمها رئيس الجمهورية، أو أنه 10 أعضاء من البرلمان يقدموا مشروع قانون. بالضبط. بالتالي يعني إحنا كي باش نجي وباش نلقاو القوانين اللي باش تقدمها الحكومة ولا القوانين ذات الأولوية بالنسبة لرئيس الجمهورية هي اللي باش تكون يعني محل نظر من طرف البرلمان. وبالتالي نحن ننتظر يعني جدول الأعمال الذي سيكون بين أيدينا يعني وأمام أنظارنا ونقرر. يعني قصة تغيير قانون الانتخابي مطروحة وكل شيء يعني قابل للمراجعة راهو بعد الدراسة الموضوعية. بعد الدراسة الموضوعية ونشوفوا الإيجابيات والسلبيات، كل عمل بشري يحتاج إلى مراجعة لتدعيم الإيجابيات وتفادي السلبيات. آخر تواصل مع رئيس الجمهورية سي إبراهيم؟ قلت أنا آخر مرة تواصلت مع السيد رئيس الجمهورية عندما كلفني برئاسة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية. بعد ما حصلش حتى تواصل؟ بعد لا ما وقعش أي تواصل لا هاتفي ولا بمقابلة شخصية، لا للأمانة هذاك. وأنا حتى في عملي في اللجنة يعني الآراء التي قدمتها في وسائل الإعلام وفي اللجنة يعني كانت كلها آراء شخصية وبناء على اجتهاد شخصي ومواقف شخصية لا أكثر ولا أقل. واضح سي إبراهيم بودربيله، تهنينا مرة أخرى، عضو المجلس النيابي المقبل، شكرا جزيلا للحضور وعلى رحابة الصدر، يعطيك الصحة سي إبراهيم. هذه ميسيون امبوسيبل بلغت النهاية نتاعها، باش خليكم مع جيهان في الميتيو، الأخبار مع أنيسة، وبقية برامج إي إف إم أحلى راديو، نقول لكم باي باي يا دوما. بعد شوية